أنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه لين دين ما بعد. سعدت اليوم أن ألتقي بأحد الإخوة الكرام ومن الأبطال المغامرين، اسم الكريم عبد الحكيم المعاشمي، الأخ عبد الحكيم. حقيقة سمعت أنك رئيس فريق ظفار للمغامرات، تكرما ممكن تعطي نبذة عن الفريق؟ فريق ظفار للمغامرات أول شيء تشكل عن طريق كان مجموعة شباب نحب نستكشف نروح مواقع أودية، نمارس التخييم في أماكن وعرة. كان عندنا شغف استكشاف أماكن جديدة، نطلع عن ضقة المدن. ما الذي شجعكم يعني لتكوين فريق المغامرات؟ هل هناك أشياء تستحق أن تغامر فيها؟ أكيد بداية هو كان شغف، يعني جميل دائما لما كنا نروح او تغير جو يعني مع استكشاف ما هو جديد، فكل ما استكشفنا شيء جديد حصلنا كأن سوينا انجاز يعني، ونحاول هذا الاستكشاف الجديد اللي اول مكان بالنسبه لنا قد يكون جديد بالنسبه لنا، قبل الاهالي او زمن الاجداد ما كان معروف بالنسبه لهم، بس هذا الجيل خلاص ما عاد صار يعرف، وخاصه الاوديه وبعض العيون، فنحن بالتالي نعيد نعيد مثل ما تقول او اظهارها للعامة بحيث يعرفوا عنها، وين هذا العين، يسألون وين هذا العين، وين هذا الوادي، ايش جمالية الاودية. يعني في بعض الاودية جمالها ما يوصف. نعم صح. مثلا وادي حضبرم. نعم. وادي حضبرم هذا كأحد المصورين من الشباب صور بداية الوادي مقطع كذا ونزله في الحساب. جميل. فسألنا وين هذا الوادي؟ فقالنا خبرنا بالموقع. هما قابوا في بداية الوادي. نعم. فقلنا احنا ليش ما نستكشف نشوف ايش داخل. جميل. اهالي المنطقة يقولوا لنا لا تدخلوا داخل. نعم. يعني تعرف انت عليها اساطير وعليه بعض التخويف وخاصة المساء. نعم. قلنا احنا لابد نستكشف ايش الموجود هناك. جميل. استكشفنا بداية رحنا السباحة 50 متر. باو مدخل الوادي تقريبا 3 كيلو ونص الى بدايه الشلال، بعدين بركه مائيه ممتده، اول بركه 50 متر، بعدين بركه 200 متر، وبعدها 170 متر. نعم. واكتشفنا ونحن رايحين كل ما نستكشف برك معلقه، بركه كبيره. نعم. يعني انذهلنا من جمال ما شاء الله، يعني حتى جيولوجيا واشجار اللبن يعني جيولوجيا، وحتى في بعض الاثار على جوانب الوادي. فوثقنا هذا المكان واظهرناه للناس. يعني جزاك الله خير، بارك الله فيك.